وأنا صغير كان عندي إصابة في رجلي الشمال سنة 94، لفيت على دكاترة كتير، واحد يقول لي عندك جزع والتاني يقول لي عندك رباط صليبي، لغاية ما رحنا لدكتور كبير مسك ركبتي ولفها لفة معينة كده بزاوية معينة، تألمت جدا، فقال لي أنت عندك قطع في الغضروف، بعد 3 أيام هنعمل عملية وهتتجبس بعدها 3 أسابيع، مطلوب منك تعمل 1 2 3، وممنوع منعا تاما تعمل 1 2 3. طلعت أنا ووالدي من عند الدكتور غاية الفرح، الحمد لله المشكلة بتتحل والآلام هتخف، رغم أن أنا هتألم بعد العملية وهتمنع من الجري واللعب وأنا شاب لسه صغير وهتأيد بالجبس في رجلي، لكني شفت كل الممنوعات دي عين العطاء. تصور لو كان الدكتور ده مشي ورا رغباتي، قال لي أنت عايز إيه بعد ما عرفت أن أنت عندك قطع في الغضروف، أقول له عايز ألعب وأجري وأتحرك براحتي، فيبص لوالدي كده ويقول له بلاش نزعله سيبه براحته. الطبيب ده كان يبقى غير أمين، لأنه بيريحني النهاردة وهيدمرني بكرة بعد تفاقم المشكلة اللي عندي. ده حال العباد مع الله سبحانه وتعالى في رؤيتهم للمنع والعطاء. ابن عطاء الله العالم الحكيم بيقول ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. لو فهمت ليه بيمنع عنك تعرف ان قمة العطاء انه منعك دلوقتي، لان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يديك ارزاق واسعة، لكن هذه الارزاق الواسعة تمنعك من الشكر فتبقى متكبر غافل بالنعمة، فده منع مش عطاء. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يمنعك من نعمة معينة لكن يملأ قلبك بالرضا ان انت مستغني وعايش من غيرها، يعني مش فارقة معاك، فتتعلم إزاي تعيش مكتفي بالموجود عندك ومستغني بالله صاحب الوجود. فلما يديك النعمة دي أنت بقيت غني بالنعمة دي، بس من جواك أنت أصلاً قلبك غني من غيرها، فأنت مستقر بيها أو من غيرها مكتفي بالله، وده عين العطاء. واحد يقول لي طب ما ربنا سبحانه وتعالى يديني النعمة اللي أنا عايزها ويخليني أبقى شاكر، مش لازم أبقى متكبر. أقول لك قف عند حدك أيها العبد وعند عقلك أيها الإنسان، فهذه حكمة الحكيم وعلم العليم في المنع والعطاء. سيدنا موسى لما راح للخضر عشان يتعلم على أيديه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لأني هعمل حاجات عقلك مش هيستوعبها ومش هتفهم الحكمة، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ما قلت لكش الحكمة لسه، مش هتصبر. بس خد بالك ده حال إنسان مع إنسان، إنسان اعترض على إنسان لما غابت عنه حكمة فعله، فإذا غابت عنك الحكمة فلا يغب عنك الحكيم سبحانه وتعالى، ساعتها أي منع مدام من الحكيم سترى عين العطاء. سيدنا رسول الله بيقول لنا إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا، يعني من بعض عطاء الدنيا، إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. مش بخل، هو الأنسب ما يكلش نوع الأكل ده عشان ما يتأذيش. فسيب نفسك وهو سبحانه وتعالى سيعطيك المناسب ويمنعك المناسب. مرة بنت بتعدي من فوق جسر علشان تعدي النهر الناحية التانية وهي مع أبوها، فبتقول له يا أبي أنا عايز أمسك إيديك جامد، قال لها لا دعيني أنا أمسك يدك، فإنك إن أمسكت أنت يدي قد تتركي، وإن أمسكت أنا يدك فلن أتركك أبدا. وهكذا العباد مع الله، سيب نفسك وهو هيحملك ويوصلك لبر الأمان في كل حاجة في حياتك ولن يتركك أبدا، اطمن وخذ بالأسباب وبعدها سيب نفسك وسترى في منعه عين العطاء بعون الله. فاللهم يا رحمن يا مولانا يا كريم ردنا بقضائك وقنعنا بعطائك يا أوسع من أعطاك.